السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. اليوم جايب هالتيشيرت الطيب، الحمد لله توفرت عندي كمية طيبة خفيفة، ما بواجد يعني تقريبا حوالي 20 حبة 30 حبة زايدة عندي على سيف فيشنج، هذا الإصدار الجديد، النوعية الجديدة، تقريبا 92% بوليستر، وهذه هي ما شاء الله طيبة خفيفة حلوة، خفيفة تحت الشمس في الحرارة، امورك طيبة. واللي يبي يطلب من هذا التيشيرتات، المقاسات المتوفرة عندي حاليا تقريبا السمول ميديوم واللارج والاكس لارج والاكس اكس لارج، تقريبا حاليا متوفرة عندي. اللي يبغى يطلب عندي رقم بحط لكم اياه هنا، تواصلوا عليه على الواتساب، وان شاء الله ما في الا اللي يسر الخاطر باذن الله. يلا نترككم تستمتعون بالمقطع، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. جيناكم بيوم جديد ومقطع جديد، الله يكتب لنا لك الخير. اليوم ثاني يوم لنا في نفس المنطقة في نفس المكان. أمس ما الله كتب لنا بشيء، جاتنا كم ضربة حلوة بس ما رزقنا فيهم، ما طلع اللي ضرب، بس يعني ضرب وفك. اليوم جايين مرة ثانية، الله يكتب لنا لي في الخير إن شاء الله، مستقصدين السبيطي بإذن الله، الله يكتب لنا لي في الخير. جايين نفس طريقة أمس، قطع صين قط هنا وبرزقتها إن شاء الله، الله يكتب لنا لي في الخير وإن شاء الله تستمتعون. اليوم عندنا هذا السلس قاصينه زي كذا لقمة، قاص صويل يعطي العافية، شيل ودي زي كذا. هذا الرداع مقاس 55، بسم الله ما شاء الله. هذا المدار مقاس تقريبا 10 زي كذا، أبد لقمة مخفي مو بواضح، نقطها الحين قطة عصا وبرزقتها إن شاء الله. بسم الله، هذه العصا، هذا الطعم، ركبته نفس السلس اللقمة على ثقل مقاس 4، هذه العصا 4 متر، الله يكتب لنا في الخير. هذه عصات صالح السوبر جي ام سي على رمضان او جي ام سي، الله يكتب لنا في الخير يا رب. كافو كافو يا صالح، بشر ان شاء الله، يا الله يا كريم. هاته بنزلها، ها بسم الله، يا الله الله يرزقه ما شاء الله. شقره ما شاء الله، خلك ما شاء الله تبارك الله. كافو يا راعي الشقرة، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، شعفان ما شاء الله، سبحان الله فكت، سبحان الله على سلس ديل سلس ما شاء الله. خلاص ما شاء الله، العب ما شاء الله تبارك الله، شو الحجم، الله يبارك ما شاء الله، حجم طيب الخاطر، الحمد لله نعمة، كان نيتنا بصبوط أسأل الله، الحمد لله شقرة طيبة ما شاء الله تبارك الله. كافو يا راعي الشقرة، كافو ما شاء الله ما شاء الله. يلا 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 قل بسم الله، إن شاء الله موجود ما شاء الله، موجود ها ولا مو موجود؟ موجود على الراحة ما شاء الله تبارك الله. كافو يا صويلح ما شاء الله، خلك ورا انت عشان انا اجيبه، بسم الله ما شاء الله، يا الله يا كريم الله يجيبه، بسم الله. هنا انتبه لان زلوقي 1000، بسم الله يا الله يا كريم. بالول، اصبر بالول، ايه اسحب
عطني. بسم الله ما شاء الله يا حليلة ما شاء الله. فك فك مكينة ما شاء الله تبارك الله. كفو طيب هذا كله زرقان ما عندك مقطع ما شاء الله. كفو صيد ما شاء الله عليك. ها رد بحر ايه رد بحر والله كان ودنا بس بالع. شوف هذا بطمه بالع الحبيب هذا ما في فايدة حتى رد بحر ما في فايدة بيموت. رد مقلة ان شاء الله ان شاء الله عشان نحافظ عليه. كفو كفو ما شاء الله تبارك الله. شايفين هذا السلس وهذا الحبيب بالور. كان ودنا نبي الرجعة بس المشكلة انه بالع. يوم يكون بالع زي كذا بنفك المدار بيموت ما في فايدة. شايفين كيف بالع هذه معدته فكذا ما نستفيد شيء حرام كذا ولا كذا بيموت. هذا ما شاء الله ادي مع الشقر الطيبة ما شاء الله. العب هذا رزقة اليوم اللهم لك الحمد ما شاء الله. اقعد اي بورد بورد ما شاء الله. هنا مع الحبيب بويارة حيا حيا جاي متأخر ها واصلين احو يلا هذا السلس زي ما هو ها ودي حوش يلا برزقتها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو اخباركم ان شاء الله تمام. جيناكم بيوم جديد ومقطع جديد الله يكتب لنا اللي فيه الخير يا رب. تقريبا في نفس مكاننا اللي طلعنا فيه من قبل الشقر والبالول جايين نجرب مرة ثانية ان شاء الله. الله يكتب لنا اللي فيه الخير يا رب. ندور بسبوت الله يرزقنا ان شاء الله يا رب. هنا الشباب هذا صويلح هناك بويارة. صويلح طبعا قاطع على مصران دجاج خيانة جايب مصران دجاج راح قط على عصاته الله يكتب له في الخير. ابو يارا قط تقريبا على جواف انا باقي توني حد عصاتي ما ادري يمكن يا بقط يا جواف يا سلس بشوف ايش الموجود او ميت. وهذه عصات بعد الثالثة الرابعة قصدي عصات بعد صويلح الله يكتب له في الخير. بسم الله عندي هالميت الطيبة بشكها من العين زين الذيل هذا اصبع. بسم الله كذا نفس المدار اللي نستخدمه دائما مقاس تقريبا 10 او 9 على رداع مقاس 55 لقمة قطة عصا الله يكتب لنا اللي في الخير يا رب. وهذه عصينا الله يكتب لنا اللي في الخير. هذه عصات صويلح هذا عصا بيار الله يكتب لي في الخير. هذا عصاتي تو نقاط عليها الميدة الله يكتب لي في الخير. هذا عصا نايف تو جاي هذاك هو هناك. هذا عصا صويلح الله يكتب لي في الخير. هذا الحبيب بيارة بقط الحين على ذيل سلس الله يا كريم الله يرزق ما شاء الله. كفو الله فالك فالك ان شاء الله بصبوط ان شاء الله. هذا خيط عصاتي حصلناه مرتخي بسم الله ان شاء الله يكون في شيء. في حركة لا الله في وزن الله ما يندره ادري الله يا كريم رزقاتك. العب شنو شقر شقره مالك ما شاء الله تبارك الله. كفوك الطيب هذه الشقره الطيبه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بالع على ميدة ما شاء الله استاهل الطيب الله. اللي بعده اللي بعده ان شاء الله هذا الميدة باقي ها ما شاء الله
لقمة هذا قال لك اصبع ما شاء الله تبارك الله استاهل الطيب ما شاء الله هذه بداية الخير نقطع الحين تبورد ان شاء الله الجاي احسن باذن الله كافو 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 يا نايف ما شاء الله ما شاء الله هالبالون الطيب ما شاء الله على ذيل حقول سبحان الله تستهدف شيء يجيك شيء ثاني ما شاء الله تبارك الله تستاهل تستاهل طيب هذا عرق نايف ما شاء الله كافو كافو يا الخبل ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هذا الميدار في الحلق الله يطلع 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 جيب جيب مقص ايه وين عندك لا عندك هذا راح اقول هذا راح اقول شوف ومستهدف بصبوط وسبحان الله الله كتب له هذا مزيون افتح ما يبي يلا ما شاء الله تبارك الله هذا الميدار هذا الزيت ما شاء الله تبارك الله شوف الميدار حق بصبوط سبحان الله ضرب هالزيت بسم الله عندي هالحقول الطيب لقمة بنقصها الحين بقصها خلي تقريبا هالكبر زي كذا عشان القارض بعد شوي خفيف بسم الله زي كذا وبقصه من هنا الذيل زي كذا بسم الله هذه لقمة حق ان شاء الله ابو صبوط ولا شقرة طيبة الله اعلم برزقتها هذا الرضاع مقص 55 زي كذا نفس اللي قاعد احدق فينا دائما لي زي كذا ان شاء الله لقمة حتى ما هو بواضح من هنا برزقتها ان شاء الله الله يكتب لي في الخير يا رب هذه عصاتي تو نقط عليها ذيل الحقول الله يكتب لي في الخير هذه عصات سويلح قاط عليها مصران عصات ابو يارا قاط عليها حق شو اسمه سلس ولا جوافه جوافه قاط عليها جوافه هذه عصات نايف ذيل الحقول هذا العصي الباقي تشكيله طيبه الله يكتب لنا في الخير ما شاء الله تقريبا خش علينا ضباب الله يكتب لنا اللي في الخير يا رب والله يرزقنا ان شاء الله متفائلين خير باذن الله